الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فاجعل أمورنا كلها سهلا يا ذا الجلال والإكرام ويا أكرم الأكرمين. بإذن الله جل وعلا، هذه هي أولى جلساتنا لشرح كتاب فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب، ولهذا الكتاب أيضا اسم آخر كما لكتاب المتن اسمين، وهو القول المختار في شرح غاية الاختصار. هذا الكتاب هو من أشهر شروح كتاب متن أبي شجاع، وهذا الكتاب اعتنى به الشيخ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن قاسم بن محمد الغرابيلي الشافعي الغزي، اعتنى به شرحا مبسطا مسهلا، وهو من أشهر الشروح. إن شاء الله قبل أن نبدأ شرح الكتاب سنتحدث قليلا مقدمة. هذه المقدمة ستدور حول 10 مبادئ يجب أن يعتني بها ويفكر بها كل من يبدأ في دراسة فن من فنون العلم الشرعي. من أراد أن يدرس الفقه لا بد أن يتنبه لهذه المبادئ 10، ومن أراد أن يدرس علوم اللغة وعلوم الحديث وأصول الفقه وكل علم من هذه العلوم تحتاج إلى هذه المبادئ. إن شاء الله سنشرح هذه المبادئ 10، وإذا بقي لنا من الوقت متسع بإذن الله جل وعلا سنتحدث قليلا عن أهمية دراسة مذهب الإمام الشافعي، وما هي مميزات هذا المذهب عن غيره من المذاهب المعروفة لدى المسلمين. عند دراسة علم الشريعة أو علم من علوم الشريعة، كما تقدم لا بد أن نهتم بهذه المبادئ. هذه المبادئ نظمها في بيتين تقريبا الشيخ الصبان صاحب الحاشية على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، هذا الشيخ الذي شرح الكتاب المعروف المسمى بألفية ابن مالك واسمه الصبان، قال: إن مبادئ كل فن 10، إن مبادئ كل فن 10: الحد والموضوع ثم الثمرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. هذه الأبيات 3 تقريبا هي بمثابة إن شاء الله حجر الأساس للمقدمة التي إن شاء الله نبدأ بها شرح هذا الكتاب. هذه الأبيات تتحدث عن كل ما يدور في عقل وقلب طالب العلم
وما ينبغي أن يعرف من العلم الذي يريد أن يدخل فيه، وهي بمثابة ما يسمى باللغة الإنجليزية الووات الخمس، أو ما يقال 5 W's. دائما إذا كان الإنسان ينوي أن يبدأ مشروع لا بد أن يسأل نفسه why, where, what, who, when. هذه الأسئلة هي بمثابة هذه الأسئلة في دراسة العلم. يقول إن مبادئ كل فن 10. إن مبادئ كل فن 10، أي هذه المبادئ التي عددها 10 مبادئ هي أصل كل فن. لا بد أن تعرف كل فن تريد بداية دراسته عن هذه المبادئ. الأول الحد، أي حد هذا العلم، والموضوع، أي ما هي أما ما هو الموضوع الذي يتحدث عنه هذا العلم، ثم الثمرة، ما هي النتيجة بعدما تدرس هذا العلم، ونسبة، أي نسبة إلى من ينسب هذا العلم، إلى من ينسب هذا العلم، وفضله، أي ما هي فضائل هذا العلم، والواضع، من هو مؤلف أو من هو أول من بدأ في هذا العلم، أول من ألف في هذا العلم، والاسم الاستمداد حكم الشارع، من أين يستمد هذا العلم أسس وقواعد وقواعده. مسائل والبعض بالبعض اكتفى. دعونا نشرح إن شاء الله كل هذه على حدة. الحد هو التعريف. عندما نبدأ دراسة العلم لا بد أن نعرف ما هو هذا العلم، التعريف بهذا العلم، وما الذي يميزه عن غيره من العلوم. فمثلا نبدأ دراسة علم الفقه، فما هو الفقه؟ الفقه لغة الفهم، لغة الفهم، ومن هذا قول الله سبحانه وتعالى حكاية عن نبي الله شعيب وقومه، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهم كثيرا من أقوالك، أي ما نفهم كثيرا من أقوالك. وأيضا عندما اشتكى نبي الله موسى عليه السلام قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما معنى يفقه قولي؟ أي يفهم قولي. كانت هناك لكنة في لسان موسى عليه السلام، لم يكن يستطيع أن ينطق بعض الحروف، كانت عنده هذه الصعوبة في النطق، فسأل الله سبحانه وتعالى أن يرسل معه هارون ليكون وزيرا له، ليكون مساعدا ليكون مساعدا له ويكون عونا في تبليغ الرسالة. ومن هذا أيضا حديث معاوية الذي أورده البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يفهمه في الدين. هذا من الجانب اللغوي. واصطلاحا، الاصطلاح هو ما تعارف عليه أهل الفن في تعريف هذه الكلمة. نأخذ مثالا الصلاة، اللغويون يسمون الصلاة الدعاء، فكل ما تدعو الله سبحانه وتعالى به هو صلاة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. أما في علم الفقه يقال أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذا هو تعريف
الصلاة. لذلك الفقه اصطلاحا هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. العلم دائما عندما نعرف شيئا لابد أن يكون هذا التعريف شاملا للشيء مانعا غيره أن يدخل في هذا التعريف. نقول العلم بالأحكام الشرعية، أولا هو علم ليس خيال. الفقه هو علم يدرس ويتعلق بالأحكام الشرعية. ما هي الأحكام الشرعية؟ الأحكام الشرعية هي أوامر ونواهي الرب سبحانه وتعالى، هي أوامر الله سبحانه وتعالى لعباده ونواهيه. العملية، الفقه يتحدث عن أحكام عملية. الفقه لا يتحدث عن الغيبيات، لا يتحدث عن الاعتقاد، بل يتحدث عن عمل يستطيع الإنسان أن يمتثل به، كالصلاة والزكاة والصوم والمعاملات والجنايات، وكل هذه أمور يستطيع الإنسان أن يمتثل بها امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى وتقربا إليه وطلبا للجنة. لذلك قلنا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. ما الذي نعنيه المكتسبة من أدلتها التفصيلية؟ لابد أن يكون لكل فرع من فروع الفقه دليل، إما من الكتاب وهو القرآن الكريم، أو من السنة النبوية الصحيحة، أو إجماع الأمة، أو القياس الصحيح. هذه تسمى مصادر التشريع المتفق عليها، مصادر التشريع التي اتفق العلماء على صحتها. هناك مصادر تشريع مختلف فيه، ونذكر إن شاء الله في خلال هذه الحلقة. قلنا أو شرحنا تعريف الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. فما هو موضوع الفقه؟ ماذا يتحدث الفقه؟ الفقه يدور حول أفعال المكلفين، هو علم يدور حول أحكام أو أفعال المكلفين. لا يتحدث الفقه عن طفل لم يبلغ الأمر أو لم يجب عليه أو لم تجب عليه العبادة. مثلا رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ أو يحتلم، هذا الفقه لا يخاطبه. الفقه يخاطب مسلما بالغا عاقلا، هذه هي التكليف أو شروط التكليف. والأحكام العملية أو الأحكام التي تتعلق بأفعال المكلفين هي سبعة، جمعه الإمام أحمد بن الحسين ابن علي ابن أرسلان الرملي الشافعي صاحب كتاب صفوة الزبد، وهو كتاب منظوم يحتوي على أكثر من 1000 بيت، تقريبا هو 1088 بيتا. قال: أحكام شرع الله سبع تقسم، أحكام شرع الله سبع تقسم: الفرض والمندوب والمحرم والرابع المكروه ثم ما أبيح والسادس الباطل واختم بالصحيح. قال: أحكام شرع الله سبعة،
ما هي هذه الأحكام؟ أولا الفرض، الفرض، ويقال الواجب. الفرض والواجب عند الشافعية سيان، نفس الشيء. أما في المذاهب الأخرى ربما هناك تفرقة بين ما هو فرض وما هو واجب. والفرض يمكننا أن نعرفه ما أثيب فاعله، أي ما يستحق من فعل هذا الفرض الأجر، ما أثيب فاعله ويستحق تاركه العقاب. مثلا الصلاة، الصلاة فرض من فروض الله سبحانه وتعالى، إذا صليت هذا الفرض تستحق من الله سبحانه وتعالى الثواب، أما إن تركت هذا الفرض فأنت معرض للعقاب، ولا نقول ما يعاقب تاركه، لأن العقاب أمر إلهي ورحمة الله واسعة، ربما يغفر لك ما كان منك من تقصير. لذلك الفرض هو ما أثيب فاعله ويستحق تاركه العقاب. الحكم الثاني هو المندوب، ويمكن أن نقول السنة، المندوب والسنة أيضا سيان، وهو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. إذا فعلت أمرا مسنونا تستحق من الله سبحانه وتعالى الأجر، أما إن تركت فعل هذه السنة فهل يعاقب؟ لا، الإنسان لا يعاقب على ترك السنن، أما إن فعلها فهو مثاب إن شاء الله. الحكم الثالث هو المندوب، المحرم. الحكم الثالث هو المحرم، وهو ضد الواجب. المحرم أو الحرام هو ضد الواجب، وهو ما أثيب تاركه امتثالا وعوقب فاعله، أو ويستحق فاعله العقاب. قلنا المحرم هو ما أثيب فاعله، ما أثيب تاركه، ما أثيب تاركه امتثالا. مثلا الزنا حرام في الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم أوضح ذلك أيما توضيح. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الزنا لله سبحانه وتعالى أنه يثاب عليه، قال وفي بضع أحدكم صدقة، أي إذا أتى المسلم المتزوج زوجته وعاشرها يحصل على الأجر. اغترب أو استغرب الصحابة بمثل هذا، فقال أرأيتم إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال إن وضعها في الحلال هو مثاب عليه، أي يحصل على الأجر. لذلك الحرام، إن تركت الحرام امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى فتحصل على الأجر، وإن فعلته فأنت معرض للعقاب، فأنت معرض للعقاب. ذكرنا ثلاثة، صح؟ ذكرنا الفرض والمندوب والمحرم. الرابع هو المكروه، الرابع هو المكروه، والمكروه هو ما أثيب تاركه، أي ما يستحق تاركه الثواب ولم يعاقب فاعله، ولم يعاقب فاعله، هي ضد السنة. السنة ما أثيب فاعله ويعاقب تاركه، والمكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، ولم يعاقب فاعله. مثلا من الأفعال المكروهة الصلاة
صلاة السنة في الزوال، هذه مكروهة في الشرع، صلاة السنة في الزوال مكروهة، بل إذا فعلها الإنسان فهل يعاقب عليه؟ لا، لا يعاقب عليه. الخامس المباح. المباح هو ما لا يترتب عليه، هو ما لا يترتب عليه لا ثواب ولا عقاب، هذا هو المباح. أكل الطعام مثلا، أكل الطعام مباح في الشريعة، لا يترتب عليه لا عقاب ولا ثواب، لا عقاب ولا ثواب، إلا إذا ادعيت أن الطعام حرام، بهذا تدخل من حرم ما أحله الله، وتحريم الحلال وتحليل الحرام من الذنوب والكبائر. والسادس الباطل، والسابع الصحيح. ما هو الباطل وما هو الصحيح؟ الصحيح هو ما استكمل الأركان والشروط، مثلا الزواج، الزواج عنده أركان وعنده شروط، فإذا استكمل الزواج هذه الأركان وهذه الشروط نقول هذا الزواج صحيح، والفاسد ضده وعكسه. إذا افتقد الزواج ركنا من أركانه، مثلا غيب الولي، لا يوجد هناك ولي لكن هناك شاهدان وهناك صيغة، هناك صيغة طلب وقبول، طلب الفتاة وقبل، لكن لا يوجد ولي وهناك مهر، فهل نقول هذا الزواج صحيح؟ لا، نقول هذا الزواج فاسد أو باطل، لأنه اختل فيه الأركان والشروط. نتجاوز إلى الأمر الثالث وهو الثمرة. ما هي ثمرة هذا العلم؟ ما الذي نستفيد منه في إذا درسنا الفقه؟ ما الذي نستفيد منه؟ ثمرة العلم، شيخ فضل، الحرام والباطل هناك فرق بينهما. الباطل عرفنا، الحرام هو فعل ما طلب منك عدم فعله، مثلا ارتكاب الزنا، ارتكاب الحرام، ارتكاب السرقة، هذه أفعال طلب منك عدم إتيانها، هذا هو حرام. أما الباطل هو شيء مثلا عنده شروط، بهذه الشروط يصح، وفقدان هذه الشروط يكون باطل، يكون باطل. قلنا الثمرة، معرفة الفقه الثمرة التي نجني وراءها هي امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه. الفقه يتحدث عما ينبغي أن نفعله امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وما الذي نبتعد عنه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك الفقه ينبني عليه صحة العبادات كلها، كل العبادات التي نفعلها من أين نأتي أو من أين نعرف هل هي صحيحة مقبولة أم لا، سنجد جوابها في الفقه. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله في كتاب صيد الخاطر: ليس بمجرد صورته، أي العلم، ليس بمجرد صورته هو النافع، بل معناه، أي المعنى الذي يحمله، وإنما ينال معناه
من تعلمه للعمل به، ينال معنى العلم وفوائده وثمرته من تعلم هذا العلم ليعمل به. إذا لم يعمل الإنسان بما علم يكون حجة عليه، والرب سبحانه وتعالى سيسأله سيسأل الرب سبحانه وتعالى. فقال: فكلما دله على فضل اجتهد في نيله. عندما يكون طالب العلم هدفه أن يتعلم هذا العلم ليعمل به، إذا رأى شيئا أو فضلا اجتهد في تطبيقه وتنفيذه. لذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون: كنا نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات لا نجاوزهن حتى نعمل ونعرف ما فيها من أحكام ونطبقها ونعلم بها غيرنا. هذا هو العلم. نسبته إلى أين ينسب الفقه؟ متى بدأ علم الفقه أصلا؟ متى بدأ علم الفقه؟ يقول العلماء: علم الفقه بدأ في فترة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان مصاحبا لنزول القرآن والسنة المطهرة، وهما مصدرا الوحي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يطبق الفقه على أرض الواقع، كان هو الحاكم، كان هو المرشد، كان هو الموجه للصحابة، كان هو المفتي، والذي أفتاه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الفقه، هو الفقه. بل القرآن فيه الكثير من آيات والأحكام والفقه. يقول الله سبحانه وتعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. الصحابة استفتوا، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن من مات ولم يترك وارثا، لم يترك لا أصلا له، وهم الأب والأم ومن جاء من هذه الجهة، ولم يترك خلفا له، لم يترك أولادا يرثونه. الله سبحانه وتعالى أفتاهم في القرآن، وهذه الفتوى فقه. بل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتته امرأة كانت تشتكي من زوجها، كانت تشتكي من زوجها، عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: لم أكن أسمع ما الذي كانت تتحدث به هذه المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله سبحانه وتعالى سمعها من فوق 7 سماوات وأنزل في شأنها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، سورة المجادلة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وأجاب كلما كانت تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. الفتوى جاءت في القرآن، وهذا يدل على أن الفقه كان موجودا من عهد الصحابة رضوان الله عليهم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة الكثير من العبادات، وكان يفتيهم، وربما فعله بعض الصحابة فعلا في الشريعة وكان يقرهم، لأن السنة 3 أنواع. عندما نقسم السنة نقول السنة 3 أنواع: سنة قولية، وهي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل أو لا تفعل، هذه سنة قولية، وسنة فعلية، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ورآه الصحابة ولم يرد نص يدل على أن هذا الفعل مخصوص للنبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثالث هو التقرير، ما فعله الصحابة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الدين ولم ينكر عليه، فعدم إنكاره دليل على أن هذا الفعل يجوز في الشريعة الإسلامية. بل كان من بين الصحابة
14 نفرا كانوا يفتون الناس ويعلمونهم. هؤلاء كان الصحابة المؤهلين للفتوى، كان الصحابة المؤهلين للفتوى. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان هم الصحابة انقطاع الوحي. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: انطلق بنا إلى أم أيمن، انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. قال: فلما انتهينا إليها بكت، أي فلما وصلنا إلى بيتها ورأت أبو بكر وعمر ولم يكن معهما الرسول صلى الله عليه وسلم بكت، فقال: ما يبكيك؟ لماذا هذا البكاء؟ لماذا هذا البكاء؟ فما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول ذهب إلى الرفيق الأعلى، ذهب إلى ربه، وبإذن الله هو منعم في جناته، فلماذا تحزنين على موت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالت، وهذا هو بيت القصيد، قالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، ولكن أبكي أن الوحي انقطع من السماء. قالت: سبب بكائي ليس أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات، لا أبكي على هذا، لكنني أبكي أن الوحي توقف، لا يوجد وحي آخر ينزل بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك نستدل من هذا أن نزول الوحي كان نزول الفقه، فالوحي فيه الكثير من الفقه. ومن الصحابة الذين كانوا يفتون في عهد عمر وعهد أبو بكر منهم سبعة اشتهروا، هم عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود، عائشة أم المؤمنين، زيد بن ثابت، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء كانوا فقهاء الصحابة، هؤلاء كانوا فقهاء الصحابة. وبعدهم الصحابة كانوا يعلمون التابعين، كان عندهم تلامذة يعلمونهم. ما الذي يتعلم التابعين من الصحابة؟ يتعلمون من الفقه، يتعلمون من القرآن، يتعلمون من التفسير، من السيرة، من كل فنون علوم الشريعة. من التابعين الذين استفادوا من ابن مسعود منهم علقمة والأسود ومسروق وشريح القاضي وصلة بن زفر وغيرهم، هؤلاء استفادوا من الصحابة ومن تعليم الصحابة. وقد وانتشر العلم في الآفاق في عهد الصحابة وفي عهد التابعين، حتى برز لنا أئمة المذاهب الأربعة، حتى وجدنا هذه المذاهب، وهم المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي. والمذاهب ليست محصورة على هذه المذاهب الأربعة، ليست محصورة، هناك الكثير من علماء السلف من أصحاب الفقه والاجتهادات المستقلة، لكن هذه المذاهب الأربعة تميزت لأن فيها طلابا اشتغلوا في تنقيح هذا الفقه، تنقيح هذا الفقه ونشره وتعليمه، ولذلك نقول هذه هي المذاهب الأربعة المنتشرة، لكن نقر أن هناك غيرها من المذاهب في الشريعة الإسلامية.
الفضل، ما هو فضل تعلم الفقه؟ نذكر هنا إن شاء الله حديثين من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، أي يفهمه الدين. والدين كما قلنا هو القرآن والسنة، وهما مصدرا التشريع للدين الإسلامي، وكل شيء في الدين يندرج أو مأخوذ من فهم الكتاب والسنة. وفي رواية: إن العلم بالتعلم وإن الفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا يدل أن العلم بالتعلم، أي لا يأتي إليك العلم وأنت لم تسعى إليه، لا بد أن تسعى إلى تحصيل العلم. يقال أن بعض طلاب الإمام الشافعي نام معه، بات معه ليلة، فقال: رأيت الشافعي يقوم يسرج السراج، أي ينور الغرفة، يكتب شيئا خطر في قلبه من العلم ثم يطفئ وينام. فعل ذلك 20 مرة، تصور ليلة واحدة يقوم الإمام الشافعي 20 مرة ليكتب بعض العلم. إذا لم يجتهد هؤلاء الجهابضة، هؤلاء العلماء، إذا لم يجتهدوا في تحصيل هذا العلم ونشره، كيف يمكن أن يصل إلينا بعد هذه القرون؟ فهذا العلم وصل إلينا بالتعلم، والفقه بالتفقه، أي بالتفهم. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي من أراد الله له الخير يفهمه الدين ويسهل له فهم الشريعة. وإنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا العلماء هم فقط من يخشون الله سبحانه وتعالى؟ لأن من عرف قدر الشيء أولى أن يمتثل أوامره ويفعل كل ما هو مطلوب. العلماء عرفوا الله سبحانه وتعالى حق المعرفة، عرفوا الشريعة، عرفوا حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، لذلك هم أولى من يمتثلوا بما عرفوا وما علموا. وروى الترمذي وأحمد وأبو يعلى عن أنس قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، أي فكلوا منها. إذا مررتم برياض الجنة، بساتين الجنة، أشجار الجنة، إذا مررتم كلوا منها. قيل: يا رسول الله، ما هي رياض الجنة؟ ما هذه المزارع؟ قال: حلق الذكر، الأماكن التي يتعلم بها الطلاب علم الشريعة. لذلك علم الشريعة له هذا الفضل. وذكر فضائل تعلم الفقه يطول إن أردنا أن نتحدث عن ما ورد في هذا الباب. من هو الواضع؟ الواضع أي من وضع هذا العلم وأسسه. إذا قلنا أن هذا العلم يمتد أصله على فهم القرآن والسنة، فإن فهم القرآن والسنة موجود من بداية الرسالة، فلا يوجد من يقال له هذا هو الواضع، هذا هو المؤلف. لا يوجد مؤلف للفقه، لا يوجد مؤلف للفقه.
الاسم، اسم هذا العلم الفقه هو الفهم، هو فهم علم أصول الشريعة وفروعها، هو فهم علم أصول الشريعة وفروعها. الاستمداد، أين يستمد هذا العلم من أحكامه وقواعده. المصادر الرئيسية لعلم الفقه هي كالتالي: أولا القرآن الكريم، أول مصدر من مصادر الفقه هو كتاب الله سبحانه وتعالى الذي يحتوي على الكثير من الأحكام الشرعية من الحلال والحرام والمندوب والمباح وغيرها. والقواعد الفقهية التي تهتم في حياتهم. المصدر الثاني من مصادر الفقه الإسلامي هو السنة النبوية الصحيحة. لا بد لهذا القيد أن نقول السنة النبوية الصحيحة، وإلا السنة النبوية الضعيفة لا نأخذ منها حكما شرعي. الأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة لا نبني عليها أحكاما فقهية يتعبد الناس بها. لذلك نقول السنة النبوية تعتبر الوسيلة الأساسية لفهم وتطبيق الشريعة الإسلامية. غالبا القرآن يأتي مجملا، مثلا يقول الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة. وأقيموا الصلاة هذا أمر إلهي جاء في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى أمرنا إقامة الصلاة، لكن لا يوجد في القرآن آية واحدة توضح لنا أن صلاة الظهر 4 ركعات وصلاة العصر 4 وصلاة المغرب 3 لا يوجد، بل لا يوجد آية في القرآن توضح لنا ما الذي نقرأه في الركوع وما الذي نقرأه في السجود وكيف نصلي. الذي وضح وبين القرآن الكريم هي السنة النبوية المطهرة. المصدر الثالث من مصادر التشريع هو الإجماع. الإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. أكرر، الإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. وبعض العلماء يضيف إلى ذلك في عصر من العصور، في عصر من العصور، أي يشترطون أن الاجتهاد يمكن أن يحدث في عصر واحد. العلماء الذين يعيشون في عصر واحد تحدثوا عن مسألة لا يوجد لها نص صريح في الكتاب أو في السنة، فأجمعوا على استنباطا من الكتاب والسنة على أن حكم هذه المسألة كذا وكذا. فنقول هذا إجماع، نقول هذا إجماع. والوسيلة الرابعة من مصادر التشريع هي القياس. القياس، والقياس هو حالة، مثلا حكم شرعي ورد في القرآن أو في السنة، إذا وجد حكما مشابها له يشترك معه العلة نقول حكم هذا الشيء مثل حكم هذا. أعطيكم مثالا: الله سبحانه وتعالى حرم الخمر. الله سبحانه وتعالى حرم الخمر، لكن هل يوجد آية في القرآن أو حديث في السنة يدل على حرمة الحشيش مثلا، الهروين؟ هل يوجد دليل لها؟ نقول
في السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خامر العقل فهو مسكر، كل شيء عنده صفة السكر حرام في الشريعة. إذن قياسا على الخمر نقول هذا حرام. هذه المصادر الأربعة: القرآن، السنة، الإجماع، القياس، هي مصادر التشريع المتفق عليها. العلماء كلهم اتفقوا على صحة هذه المصادر الأربعة. هناك مصادر اختلف العلماء في اعتبارها، مثلا العرف والعادة. العرف والعادة، يعني إذا هناك عرف أو عادة جرت في الناس في منطقة من مناطق المسلمين، وهذه العادة لا تخالف القرآن ولا تخالف السنة، فنعتبرها شيئا من الشريعة. يقولون بعض العلماء هذه العادة تكون عادة محكمة، عادة محكمة، لذلك يرجع إلى الكثير من الأمور إلى العادة. مثلا أعطيكم مثال: فتاة تزوجت ولم يسمي لها زوجها مهرا، يعني لم يقل لها مهرك كذا وكذا، فهل تكون بلا مهر؟ كيف نعرف مهر هذه الفتاة؟ سنرجع إلى العرف، ننظر إلى أختها، إلى عمتها، إلى خالتها، إلى ما هو سائد في هذه المنطقة، كيف هي مهور بنات جيلها، بنات أهلها. هذه عادة، عادة الناس، لذلك يقال في أصول الفقه العادة محكمة، العادة محكمة. من مصادر التشريع المختلف فيها الاجتهاد، هل الاجتهاد ملزم؟ إذا اجتهد عالم من علماء المسلمين في مسألة من المسائل لا يوجد لها نص صريح في القرآن أو في السنة أو في إجماع الأمة أو في القياس، إذا اجتهد هذا العالم في حكم هذه المسألة، هل نقول هذا الاجتهاد ملزم للمسلمين أن يطبقوه؟ هذه مسألة مختلف فيها. ومن أيضا مصادر التشريع المختلف فيها قول الصحابي، قول الصحابي أو الحديث الموقوف على الصحابي، الاستحسان والاستصحاب. مثلا إذا رأيت هذا الشيء لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ورأيته حسنا، عمل أهل المدينة، الكثير من العلماء في المدينة قالوا المدينة كانت مهبط الوحي، كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان تواجد الرسول والصحابة، لذلك ما كان عليه عمل أهل المدينة هو تشريع أو مصدر من مصادر التشريع، لذلك اختلف العلماء على هذه الخمسة، المصادر الخمسة التي ذكرناها. نذكر المبدأ التاسع من المبادئ العشرة، وهو حكم الشارع. حكم الشارع، ما حكم تعلم الفقه؟ هل هو واجب؟ هل هو حرام؟ هل هو مباح؟ ما هو حكم تعلم الفقه؟ نقول خذها قاعدة، يقول علماء أصول الفقه: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أن تعلم كيفية الصلاة، أركان الصلاة، شروط الصلاة، نواقض الصلاة، هو واجب، لأنه لا يمكن ولا يمكن أن يتصور إنسان أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بصلاة صحيحة بدون أن يعرف هذه الصلاة. ومعرفة الصلاة من أين نجد؟ من الفقه. معرفة الصلاة نجد من الفقه، لذلك تعلم الفقه
على الأقل دعونا نقول ما هو معلوم من الدين بالضرورة لا بد أن يعرفه الإنسان بالتفصيل، الصلاة، الصيام، العبادات الرئيسية لا بد أن يعرف كيفيتها وشروطها وواجباتها وسننها، لا بد أن يعرف هذا الإنسان. أما التبحر في الفقه وأن يصبح الإنسان فقيها، هذه مسألة يتولاها من هو أهل لها من العلماء الكبار ومن يعرف هذا العلم حق المعرفة. آخر مسألة والتي أريد أن أختم بها هي مسائل هذا العلم، مسائل هذا العلم، مسائل العلم أو مسائل الفقه كثيرة وأبوابه متعددة، لكن العلماء غالبا في كتبهم يركزون على أربعة فصول أو أربعة مواضيع أساسية: الأول العبادات، الثاني المعاملات، الثالث الجنايات، والرابع قلنا العبادات المعاملات الجنايات، نسيت الرابع، يعني غالبا تدور أحكام الأسرة. نعم، أحكام الأسرة مثل النكاح والطلاق واللعان وغيرها، أحكام الأسرة، هذه الأربعة هي ما يدور عليها غالبا مسائل الفقه. قال: ومن درى الجميع حاز الشرف، أي من تعلم هذا العلم من كل جوانبه وجد الشرف، يعني حصل على الشرف، حاز أي ظفر به، وجد وفهم هذا الشرف. دعونا إن شاء الله نكمل، هل نواصل ولا؟ دعونا نكمل إن شاء الله حديثنا إن شاء الله بأن نتحدث عن بعض من مميزات المذهب الشافعي، مميزات المذهب الشافعي. المذهب الشافعي من أعرق المذاهب الأربعة، من أعرق وأكبر المذاهب الأربعة. لماذا هذا المذهب هو من أعرق المذاهب؟ لأن الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه جمع الكثير من المذاهب الأخرى، تميز هذا المذهب بين جمع مدرستين من مدارس الشريعة. مثلا في وقت الإمام الشافعي كان هناك رواج لمدرسة يقال مدرسة المتكلمين ومدرسة الفقه والحديث. الإمام الشافعي تعلم الفقه وكان محدثا أيضا، جمعه بين الفقه والحديث وتعلمه الرأي جعله أكثر متانة وأكثر قوة من المذاهب الأخرى، من المذاهب الأخرى. فالإمام الشافعي تعلم من مدرسة أبي حنيفة. أبو حنيفة هو الوحيد من بين الأئمة الأربعة الذي التقى ببعض الصحابة وأصبح تابعيا، أما البقية ليسوا من التابعين، هم من تابعي التابعين. إمام أبي حنيفة كان متأثرا من مدرسة الرأي، مدرسة المتكلمين. المتكلمين غالبا لا يرجعون إلى كل شيء، لا يرجعون إلى النصوص الشرعية، غالبا يرجعون إلى العقل والفهم،
والعقل والفهم ليس من مصادر التشريع. نحن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بأن نرجع إلى مصادر التشريع الأساسية. الإمام أبو حنيفة لم يدرك إمام الشافعي أبو حنيفة، لكنه أدرك أشهر تلامذته، من أشهر تلامذة إمام أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف القاضي، تعلم الإمام الشافعي منهم وأخذ كل ما تركه الإمام أبو حنيفة من فقه وعلم، تعلم من هذا المذهب، ثم ذهب إلى المدينة والتقى بمالك بن أنس وتعلم وحفظ كتابه الموطأ وتعلم علم المالكية، ثم ذهب ثم إمام أحمد بن حنبل كان تلميذا عنده، كان من تلامذة الإمام الشافعي. لذلك الإمام الشافعي جمع بين المذاهب الأربعة وفقههم في مذهب واحد، في مذهب واحد. والذي يدل على قوة هذا المذهب أن من كبار علماء الأمة كانوا من الشوافع. مثلا أذكر لكم بعض الأسماء، مثلا الإمام ابن حجر العسقلاني كان شافعيا، الإمام زكريا الأنصاري تلميذ النووي كان شافعيا، الإمام النووي نفسه كان شافعيا، الإمام عز بن عبد السلام المعروف كان شافعيا، ابن دقيق العيد كان شافعيا تلميذ من تلامذة الإمام النووي، ابن حجر الهيثمي كان شافعيا، شمس الدين السخاوي كان شافعيا، أبو حامد الغزالي كان شافعيا، جلال الدين السيوطي كان شافعيا. يعني الكثير من علماء الأمة خدموا هذا المذهب، خدموا هذا المذهب ونشروه وألفوا فيه وشرحوه. فترى أن متن الشافعية أو متن أبي شجاع هذا تم شرحه والعمل على حواشيه أكثر من 70 مرة. هناك 70 كتابا ألف حول متن أبي شجاع. هل هناك كتاب آخر حصل على هذه الخدمة طيلة العقود؟ لا. هذا يدل على قوة هذا المذهب. والمذاهب دائما لا تختلف على الأصول، لا بد أن نوضح هذا. من أراد أن يأخذ مذهبا بعينه فالمذهب أو المذاهب تختلف في الاجتهادات، في الفروع، في الفروع. مثلا ينقض الصلاة 3، وربما يقول هذا المذهب 4، وربما يقول هذا المذهب 5، وهذا لا ينقض أصل الصلاة. يعني اجتهدوا في الفروع واختلفوا فيها، وخلافهم إن شاء الله رحمة، ليس خلافا يورث أن يتباغض المسلمون في المتابعين لهذه المذاهب. وقول إمام مالك قال إذا خالف قولي قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، قال كل إنسان يمكن أن نأخذ منه أقواله وربما ننكر عليه ونقول هذا القول ليس صحيحا إلا صاحب هذا القبر، أي الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قوله على الرأس والعين، نأخذه جملة وتفصيلا. أما بقية البشر فهم اجتهدوا، ربما أصابوا ولهم أجران، وربما أخطأوا ولهم أجر الاجتهاد. لذلك المذاهب الأربعة لا تختلف في الأصول بل تختلف في الفروع.
وبإذن الله جل وعلا خلال تدريسنا لشرح هذا الكتاب سنحاول أن نركز على المعاني الرئيسية في كل باب ونحصر جوانبه ونرى تقسيماته بإذن الله جل وعلا، وألا نكثر القول لننتهي من دراسة الكتاب إن شاء الله. لا أعرف إذا كان هذا الكتاب يمتد إلى سنة ولا أقل، هذا يعتمد على جوابكم عن أسئلة الدرس السابق. إذا رأيت أن الطلاب فهموا ما جاء في الدرس هذا إن شاء الله محفز إلى مواصلة الدروس، وربما تكثير ما إن شاء الله نمر به على كل أسبوع إن شاء الله. هذا ما أردت قوله، وهذه كانت مجرد مقدمة لما نحن بصدد الدراسة والتعليم فيه، وهو علم الفقه الإسلامي. أردت أن أعرف على الطلاب الفقه وماهيته وما ندرس حوله، وهذا الكتاب إن شاء الله سنبين خلال الدرس الثاني إن شاء الله بعض من ترجمة المؤلفين، المؤلف أبي شجاع والمؤلف ابن قاسم صاحب الشرح. إن شاء الله سنذكر بعدها، نبدأ إن شاء الله الكتاب مباشرة بإذن الله جل وعلا. إذا أردتم أن تحصلوا على أفضل نسخ هذا الكتاب فنسخة دار المنهاج هي الأفضل، نسخة دار المنهاج هي الأفضل، وموجودة على صيغة PDF في النت. ربما إذا كتبت اسم الكتاب مع طبعة دار المنهاج إن شاء الله ستحصل عليه. هذه دار ابن حزم صح؟ هذا يعني هذه النسخة منقحة والكثير من عمل عليه. إن شاء الله ننتهي بهذا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذا كان هناك أي أسئلة حول الموضوع فتفضلوا، جزاكم الله خيراً.